مرحبا بكم مرة أخرى في التسعة فوت. كما قلنا باش نحكيو عن النجم الرياضي الساحلي وتتويجه البارح بكأس الكاف. كأس الكاف ماهيش الأولى بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، هي رابع لقب ليه فيما يخص اللقب هذا والتاسع لقب قاري. حكينا في السابق على علاقة النجم الرياضي الساحلي باللقب هذا بكأس الكاف، هات نرجع على تتويجات النجم 95 99 2006 و2015 في في تي ار عنوانه أربع أجيال وأربع ألقاب لن ينساهم جمهور النجم، ونرجعوا نحكيو على الجيل هذا والألقاب في البلاتو. مرحبا. هنيئا للنجم الرياضي الساحلي بهذا التتويج، هنيئا لأبناء النجم. كأس الكونفدرالية الإفريقية في تونس، اللي لعيب في تونس. بطل إفريقيا في كأس الكاف 95 99 2006. بين الإطوال وكأس الكاف برشا حكايات، أسماء صنعت الإنجازات وفي البال بقات التتويجات. الرحلة بدأت عام 95، النجم يعود بتعادل سلبي من غينيا ضد كالوم ستار. في سوسة ثنائية عماد بن يونس تعلن الأفراح. لحظات ما تتنساش، يعني نجي ما تتنساش من جمهور التونسي، من جمهور النجم الرياضي الساحلي. اليوم هذا كان نتذكره من صباح والأسبوع كامل، معناتها كانت سوسة أجواء احتفالية أسبوع كامل. الملعب من يوم المقابلة كان مليان قبل خمسة ساعات من المقابلة. زوز أهداف، معناتها كانت الهدف الأول عملية خذوهات مع زبير بيا، عطيتها لزبير وعاود خذيتها، رجع حالي شطة في 18 متر سجلتها، ركنية الكلوم رجعت من المدافعين متاعنا، باس من زبير خرجت وجه مع الحارس، راوغت الحارس وسجلت هدف ثاني. أنا وزبير ما لعبناش مقابلة ذهاب، كنا زوز مصابين في غينيا، كان الجمهور واللاعبين متاعنا معاملين علينا برشا بحكم زوز لاعبين اللي جايين، معناتها ما لعبناش في الذهاب والفريق كلوم ما يعرفناش معناتها بالكدا. الحمد لله في الإياب معناتها دزينا الفريق متاعنا وساهمنا في تتويج النجم الرياضي الساحلي. في 99 يعود الحنين، النجمة الساحلية تسطع في سماء إفريقيا من المغرب بالذات، هزيمة ضد الوداد البيضاوي في مباراة الإياب، هدف قيس الغضبان الغالي في ملعب محمد الخامس يمنح به الإطوال ثاني للقاب. كنت جا سورتو جا في وقته، خذيت الكره انا ريسك معناتها من بعد الدزويت بشويه، قعدت نمشي بالكره وما لاحظت حتى ادفرسير جاري، معناتها قعدت نمشي في كي فوت السونتر معناتها اكسيلاريت بالكره، حسيت اللي واحد من معناتها من تالي باش يمسني، دوب ما حط ساقه تحت، فهمت؟ جات كفران في بقعة ممتازه، قيس غضباني يلقى روحه حاضر، قال لي انا معناتها مواتي يعني نحب نشوت هنا، قلت له مش مشكله، اللي حاضر منا يشوت. زرب هو وانت والله كي شفت هنا في الشبكه بهت، خاطر قيس زرب وان بلوس المير خرج فراكسيون سيكوند، جاته في التسعين هدف ممتاز اللي خلينا معناتها ننتصروا بالكاس الافريقيه المره الثانيه، وكانت فرحه كبيره في اجواء كبيره برشا، اجواء ما تعرف الجمهور المغربي اللي عندهم معناتها يعملوا برشا امبيونس. 2006 النجم بثوب البطل، الجيش الملكي ضحيه مغربيه اخرى بين الذهاب والاياب، كاس الكاف بامضاء النجم للمره الثالثه، جمهور الاطوال يتغنى بجيل من ذهب. هذه الفرحه والان وقت اللحظه، وما احلام اللحظه بالنسبه للنجم التونسي. عملنا ريزلتا بالرغم بوزيتيف البرا، مي كي رجعنا فما برشا بريسيون ساعتها، تعرف قد ما يتعدى الوقت قد ما تزيد تصعب ممكن عليك انت تولي تخافك علاش معناها، مي الحمد لله كان عندنا جروب باهية برشا، كانت عندنا اجواء ممتازه برشا في الجروب، كان المدرب زاد معنا سي فوزي البنزرتي، عرفنا كيفاش نركزوا للاخر دقيقه، وعرفنا كيفاش ننتصروا، وهذاك المهم اللي وصلنا انتصرنا وهدينا الكوب هذيك لجماهيرنا اللي كانت حاضره بعدد كبيره برشا نهارتها. فما برشا حاجات ممكن اللي سي فوزي كان ديما فيهم باين، معناها يعني نتذكر حتى في تور حلالي، مش حتى في نلعبوا، كان معنا مجدي بن محمد مانجا، كان ضيع معناها على اساس مش يجيب كوره، ومن بعد ضيعها خليها، بعد ما خلوا بلبولي خليها علاش خلينا نربحوا وقت، جا الاربيتر اعطاها سفره معناها وخرج حمراء، وليت برشا حاجات معناها كانت فما برشا حاجات حلوين برشا بالحق. امبارح الاطوال كان على موعد جديد مع نجمه رابعه في كاس الكاف بعد ما تجاوز اورلاندو، اولمبي سوسا يستضيف الكاس من جديد، أجيال تواصل على نفس المثال.
حاولت نوقف صحابي اكثر سورتو في الدوزيام بال خاطر مهمه برشا سورتو ضدنا الريح. الانتصار كان عن استحقاق والتتويج كان عن استحقاق. فتح المولدي تعاقب الأجيال والنجم يتوج مع كل جيل تقريبا بكاس كاف بلقب إفريقي. 20 سنة من 1995 النجم الرياضي الساحلي ما غابش على المسابقات القارية والمسابقات الإفريقية. ثم كلمة ما يحبهاش برشا الكابتن خالد حسني، لكن نحب ولا نكر ونحكيه هنا على مشروع بداية بنية من التسعينات ومتواصل اليوم، ماهيش ضربة حظ اللي نشوفه فيه. لا ما تنجمش تكون ضربة حظ، ولا نساء مش مشروع فريق مشروع نادي، وهذا الاختلاف. خالد يحكي على مشروع فريق مشروع نادي. النجم الساحلي في التسعينية متاعه اللقب التاسعة، أنا في التسعة وإحنا في التاسعة، الكلها في التسعة. دونك في التسعة شو يقولوا هما؟ نوفي 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 ولا دونك نبدلوها كارتة شوية. لا هاك باش يوصل ميساج، راه عمره ما لعب اللعبة هذي. لا 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 قبل، لا 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 قبل بالكيف بالكيف مربوط مع الكيف. بتصير مشكل كبير طول الكيف والكيف والكيف. والله شوف بالنسبة لي أنا ساعة فما ساعة تهاني النجم الرياضي الساحلي، والتهاني أولا وبالذات للأمن، لأنه المقابلة في وقت ما راف تنساش نهار ثلاثة شو وقع في تونس. في وقت ما وقع الحديث على أنه المقابلة مش لعب في المغرب، حتى حديث وأنه ما ينجموش يلعبوا في تونس. تحية أيضا للجمهور، تحية للأمن والجمهور، لأنه اللي ريناه البارح الحمد لله كل شيء تم أحسن ما يرام. فماش 15,000 متفرج، استاد مأبي أكثر بياسر. لو حصل شيء راه حديث آخر اليوم. الحمد لله ما حصل شيء، الحمد لله ما صار شيء. هذاك علاش نقول تحية كبيرة للأمن وللجماهير، والجماهير خاصة في النشيد الرسمي. شوف أنا نذكر النشيد الوطني في وقتنا احنا، خالد كنت تتذكر وانت تكور وقت اللي يعديه النشيد الوطني والفريق الوطني يلعب، تعرف الجماهير القردان كيفاش تبدأ تستهزأ بالنشيد الوطني. البارح يظهر لي من مرات النادرة جدا وأنه جمهور كامل يغني في النشيد الوطني، لأنه حادثة نهار ثلاثة، هذه حادثة نهار ثلاثة هي اللي خلات المقابلة متاع البارحة. ونرجع للسؤال متاعك، المقابلة متاع البارحة تحت شعار ناخده متاع سياسي مثال الانتصار أو الانتصار، الكأس أو الكأس، فماش خيار آخر. ولا واحد تحدث على كان النجم ما يهزش الكأس البارح. دونك ضغط غير عادي، بلاد كاملة ما احتاجتها البارح، ضغط غير عادي. إلى حد أنا نسمع شوية في أخونا عصام الشوالي وقت اللي عندي مقابلة قال أنا نرعش وحدي، تو نرعش وحدي، ما بالك بالجماهير، ما بالك بالملاعبية فوق الميدان. نرجع للنجم الساحلي، 90 سنة راه شوف عندنا فرق في تونس ما شاء الله. النجم الساحلي، الترجي الرياضي، النادي الافريقي، النادي الرياضي الصفاقسي، بالاساس النادي الصفاقسي والترجي ونادي والنجم الساحلي، لان النادي الافريقي بعدك التسعينات والتتويجات الافريقيه الكبيره نزل في درجه على المستوى القاري، ونتمناو بعد شويه بعد برشا النادي الافريقي لثقافه الكره القاريه اش خلاه انسحب مبكرا نسنا. اما الفرق نتاعنا عندهم تقاليد كبيره ياسر. قوة النجم الساحلي انه كل عام حاضر. احنا في الفيتيار نحكيه على اربع تتويجات واربع اجيال، انا نقول اربع سبع ادوار نهائيه في كاس الكافة. انا نحكي على اربع تتويجات وثلاثة اجيال، ما نحكيش على اربع، لان التتويجات 95 97 هذا جيل واحد. ثم 2006 2007 ما تنساش احسن كاس هي كاس ربيعة الابطال. دونك جيل ثاني، ثم 2015، ما ينجموش يكونوا اربع اجيال، انا النجم نقول لك ثلاثة اجيال. الانجاز نتاع النجم الساحلي 99 فتح 97 اربع سنين قريب لبعض. انا اشكاليتي وين؟ النجم الساحلي ما شاء الله حاضر في كل المواعيد الافريقيه عنده 20 سنه. اشكاليتي وين؟ اشكاليتي وانك من 95 ل 99 قريبه شويه، ما يقلقش، لكن من 99 ل 2006 سبع سنين. سبع سنين. من 2006 انا نحسبها 2007 لانه كاس ربيعة الابطال ضد الاهلي 2007، 2007 2015 ثمانيه سنوات. دونك المساج الرساله اليوم المسؤولين النجم الرياضي الساحلي، هل انه باش ننتظروا سبع ثمانيه سنين اخرين؟ هل انه اليوم البدايه ومازال هذا اللي نتمناه بطبيعه الحال، لانه المشكله نتاعنا وتبارك الله كبيتنا حاضرين ويفهموا الدنيا بكل، المشكله نتاعنا في الفرق التونسيه بالاساس. ولا واحد عملك الاهلي، الاهلي شد جينيراسيون كامله عشريه كامله، الى بروفيتي دو لا جينيراسيون، عنده جيل استغلوا على الاخر. احنا كي جينا جيل باهي
العام الاول العام الثاني نبيعوا شطر ونقعد نتفرجوا وربما وانت تحكي على الاجيال يمكن الحاجه اللي تصنع الفارق بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي منذر وانت دربت النجم وتعرف السونتر دو فورماسيون مركز تكوين نتاع النجم الرياضي الساحلي اللقب نتاع 2005 اللقب نتاع 2007 كاس الكاف تشامبيونز ليغ اللقب نتاع 2015 كي نعملوا الاحصائيات نلقاو 10 لاعبين تقريبا ولا 11 لاعب بكل تتويج حاضرين كانوا هما اولاد مركز التكوين اولاد سونتر دو فورماسيون نتاع النجم شنو هو السر في المركز هذا وانت اشرفت عليه في وقت ما هو يعتبر نقطه قوه النادي و... والنادي برجالاته انفيستا برشا في السنتر على مستوى الانفراستركتور على مستوى لي كومبيتونس في الادارات الفنيه على مستوى المدربين اليوم المقابله الاخرانيه اللي ضد اورلاندو بيراتس يعني فما 7 لاعبين اساسيين خارجين من السنتر 7 على 11 على 18 الملاعبي فما 11 لاعب خارج من السنتر وماهيش حاله خاصه حتى في السنوات الفارطه زاد كيف كيف كان ديما النادي فيه 6-7 يخرجوا من السنتر ويبيع 4-5 ملاعبيه لاوروب بمبالغ كبيره ياسر سي تان روتور دانفستيسمون وهذه هي لا استراتيجي مع زيدوا يعملوا انتدابات موجهه على مستوى الاجانب شوف بونجيا حتى واحد اللي يعرفه في الشامبيونان دالجيري الاداره كيفاش اختارته زياد وحسين عملوا عمل كبير ياسر حتى الملاعبيه اللي جاوا من الانديه نتاعنا ماهوش في الكورب اسوندونت نتاعهم مش في التوب نيفو نتاعهم كيما المساكني كيما تاج كيما في وقت من الاوقات المويبي يعاودوا يدخلوا في المنظومه ويطلعوا للتوب نيفو نتاعهم واللي يدخل في المنظومه هيك عمار زاد كيف رجع بقوه جو بونس اللي كانوا سيت ان موديل دو ريوسيت على المستويات كل على المستوى الفني على مستوى التكوين على مستوى الاداره على مستوى التسيير تشوف اللي كانوا السنه الفارطه عملوا موسم كبير ياسر والاداره عملت مجهود كبير باش على المحافظه على المدرب نتاعها سي با ايفيدون باش تحافظ على سيفوز بن زرتي باش يكمل في وقت من الاوقات اللي كان مطلوب من عده انديه في تونس وحتى خارج تونس لو فات اللي كانوا انسان ينجح تعرف كيفاش تحافظ عليه كما كان يتكلم سي فتحي توا على مستوى الملاعبية على مستوى الاطار الفني على مستوى المسؤولين لا كونتينيتي هي اللي تخلي اللي كونه الموسم الفارط كان يستحق القاب هز كاس تونس ولعب بالاخر وقت على البطوله الكاف بدا فيها من الموسم الفارط وكان باركور صعيب وصعيب جدا الانديه اللي لعب فيهم كلهم انديه نتاع شامبيونز ليغ رجعنا نحكيو بعد شوي على باركور الكاف اللي يمكن يخليها اقوى مسابقه اقوى حتى من شامبيونز ليغ باش نعدي تجي عوام اللي بعد ساعات تلقى فرق اللي مش متعودين يلعبوا الكاف تلقاهم في الكومبيتيسيون نتاع معاك الغادي كيما الاهلي كيما الزمالك كيما الترجي برشا فرق اللي كانوا متعودين نرجع نحكي عليهم بعد شويه كابتن خالد حسني يحسب لمسؤولين النجم للهيئات المديره اللي تعاقبت على النجم الرياضي الساحلي ترسيخ العقليه هذه عقليه الالقاب كيما كنت نحكي مع فتحي 20 سنه متواجد في النهائيات سبعه نهائيات في الكاف اربع القاب بخلاف الالقاب الاخرى يعني النجم والاجيال اللي تتعاقب لا تكاد تغيب وتغيب عليها الالقاب صحيح انا يمكن الاستنتاج الاساسي بالنسبه لي انا لطوال وصلت لهك هي المنافسه بين الترجي وبين النجم في ذلك الوقت ان كل فريق حب يعمل خير من الاخر بين سليم شيبوب وبين عثمان جنايح حق يقال خليها بين الترجي والنجم لا ما هو كل ما هو تكلموا توما على اونتر بارونتيز هو الكلمه يكون الاصح هي النموذج الموديل الموديل نموذج ليس هناك مدارس نموذج تو قالوا يمكن الكلمه المصطلح اللي يمكن يركب احسن ثم كي نشوفوا سوند دو فورماسيون كما قال هو استثمار في هذا في هذا المركز استثمار كما شو نقولوا انفستيسمون برودكتيف ايفولوتيف معناه فيه مرحليه اوكي ما نساوش ليتوال دي سايل والترجي التونسي كانوا يمشيوا ياخذوا للميور النخبه نتاع ليكيب ناسيونال كاديت يتعاركوا عليهم ويحطوهم في السون دو فورماسيون وذاك جابت النتيجه اللي توا احنا نشوفوا فيها تبقى المتر على الاهلي يا خويا مدلين في الاهلي واهلي غنيه ما مش في حاجه بوتريكا ولا الاخر ولا بركات باش يخرج برا ولكن كي تشوف انا قدامي عندي ليستا ليتوال دي سايل اللي ما الاستثمار في 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 المركز شو اللي اعطاها فلوس الشيخ زبير بيه الجزيري سيف غزال صابر بن فرج شرميتي جمل
مجدي تراوري، كلينتون، وغامبي، موسى ناري، جيلسون، سانتوس، غذبان، مذبي، بوعزيزي ما خرج كروا، أيمن عبد النور، كيتا، كندا تراوري. معناه ومزيل الشيء هذا اللي أنا توك معناه تصور الملاعبية ذوما معناها قديش جابوا دخلوا فلوس للنجم، فلوس للنجم، والفلوس هذيك معناها زاد استثمروها في الكيب سينيور، ولكن استثمروها في في نفس الصوت. الموضوع هذا الناس فتحي يلوم على النجم الرياضي الساحلي، يقول لك تعمل جينيراسيون تخرج 10 11 من مركز التكوين ثلاثه اربع سنوات ومن بعد تبيع الملاعبيه، وكانه زاد الامور الماديه تحكم في الشيء هذا. معناها مسؤول انا في النجم الرياضي الساحلي مانيش قادر نخلي فريق توج اذا كان جيني عروض من الخارج من اوروبا مليارات، صعيب يظهر لي المقاربه ما بين نربح ونحافظ على الفريق. والحاجه رفيق انا نحب نقول حاجه بالنسبة للنجم الساحلي باش نعقب قبل ما ندخل الموضوع هذا، انه مرة أخرى أكدت كرة القدم أنها الوحيدة تجم تجمع التوانسة واللي تجم تعطي الفرحة لكل التوانسة. بصراحة مرة أخرى بينت الرياضة خاصة النجم الساحلي في الأسبوع الصعيب بالنسبة علينا تعدى في تونس، فما لقطة اللي تحسب المسؤولين النجم الساحلي، وأنا واحد من الناس لحمي قشعر بصراحة، دخلت الدراب واللي تخل بها سيتان سيني فور. معناتها بصراحة أنا نعتبر لاعبين النجم الساحلي كانت عندهم مسؤولية كبيرة، والمباراة كانت ثقيلة نوعا ما على خاطر حسوا أنهم يمثلوا تونس بصراحة، على خاطر في تونس في الوضع اللي احنا فيه حاجة الوحيدة اللي أعطتنا كمحتاجين فرحة، محتاجين حاجة كيما كان النجم الساحلي. مشكورين كل الناس اللي ساهمت باش أعطتنا روح أخرى بالحق باش نبداو فرحانين. بالنسبة لشد اللاعبين هما فما دي سيكل، فما مراحل، بعد ساعات كمسؤول ولا كإداري ولا كلاعب الجينيراسيون هذه فتحي أنا نقول لك معناتها جات بعد الفينال اللي تلعب ما بين السي اس اس والإتوال، وكانت فما عقوبة متاع خمسة ستة ملاعبية، خمسة تعاقبوا خمسة ستة جولات سكسيسيف، وفما الجيل هذا كان حاضر يستنى في فرصة نتاعو، جات الفرصة في الديبي تشامبيونا وعطات ديك ليك متاع جينيراسيون كاملة اللي توا موجودة كما قال عليها الكوتش انها موجوده، وعطات خذات خلات بصمه نتاعها وخلقت الكونكورنس في النجم الساحلي. وهذا العمل مش من باب الصدفه، اليوم النجم الساحلي كان استراتيجية هذه معمول بها عندها 20 سنه، على خاطر فما اليات، فما ديزابيتود، فما دي تراديسيون. الفريق اللي يلعب على القاب ولا يعمل نقولوا احنا في السونتر دو فورماسيون تولي عنده ثوابت، تولي عنده قواعد صحيحه. الملاعب بعد ساعات في ظرف ما كي يوصل المستوى معين انت بيدك كمسؤول ما عادش تنجم تشده، خاطر تولي في وضعيه انه تسيبه يحب يحلم باش يلعب في اوروبا وتجي فرصه. وبرشا ملاعبيه من النجم الساحلي كما نقولوا زبير بيا، قيس الغضبان، كلهم خرجوا، كلهم خرجوا ومشاو لعبوا، عبد النور عطاو دي ريزولتا كبار، لعبوا في فرق ممتازه. وهذاك علاش بعد ساعات المسؤول يلقى روحه باش يفرط في اللاعبين هذوما ويجيب لاعبين اخرين اللي يجيبوا السنتر في 10 ثواني. انا مره نتكلم في 10 كابتن، لا في 10 ثواني، لا خاطر ملاحظه وكا يعني تكلمنا وقلنا ان مره انا سي عثمان جنيح قال لي شيفر مهول اللي هي الميزانيه المرصوده لمركز التكوين، معناها الميزانيه اتونسيون عندك ميزانيه مرصوده لمركز التكوين يكون اكثر وقتها من ميزانيه عده فرق. نقرا مره اخرى لسونتر دو فورماسيون دو لين واختم، أن الملاعب يتكلف في السونتر دو فورماسيون خاطر معروفة المركز التكوين في ليل يتكلف 100,000 أورو، كل لاعب في السنة يتكلف 100,000 أورو، معناها 200 مليون اللاعب من قرايته من أموره من مدربه. لا ننسى أن هذا المركز أوكي فيه مركز أوكي فيه إدارة، ولكن فيه مكونين، فيه دي فورماتور، هذا هو لب السر أو لب مربة الفرس باللغة العربية. أنا خمسة ثواني أمام كيما متاع خالد العشرة متاع عاطين على خمسين على خاطر تبارك الله العشرة ثواني متاع خالد برشا. نحب نقولوا أنا ما لمتش على مسؤولي النجم وأنهم يفرطوا، لا خيار لهم باش يبيعوا باش ينجم يجيب الفلوس باش ينجم، لا خيار لهم. والتأكيد وأنه عام 2006 بعت الشيخاوي وما أدراك، وعام 2007 هزيت بلا الشيخاوي، بدون الشيخاوي، بدون الشيخاوي. لكن شنو اللي لوموا على النجم؟ نجم تبيع قد ما تحب انت، فما توازن وفما جيل تحافظ عليه، تعرف شكون تبيع وقتاش تبيع، ما تنجمش تخل بالتوازن. الاشكال نتاع النجم الرياضي الساحلي حسبي انا واضح ياسر، انت من عام 99 ل 2006 2007 سبعة ثمانية سنين باش هزيت بطولة أخرى، اليوم 2007 2015. بالنسبة للفريق عنده 20 سنة
حطم كل الارقام القياسيه. الفريق الوحيد في افريقيا اللي 20 سنه ما يغيبش، ربما عنده 9 ألقاب، ربما فما كان الاهلي يفوقه. نقول النجم الساحلي اليوم مسؤولين قدامه، شبينا نقعدوا كل مره 7 سنين باش نعاودوا نهزوا؟ دونك فما غلطه في وقت ما، وان وقت اللي باش نبيعوا بتوازن، لانه لا مفر من بيع اللاعب. هذا فتح تحقيق التوازن هذا كي اللاعبيه الكل تحب تخرج بالطبع، اللاعبيه الكل تحب ولو انه كي باش نرجع للجيل كيفاش باش تقنع، كيفاش تقنع ملاعبي هذا تفهم تقول له نبيعوا وهذا نخليه سيبه شويه تبدا عندك مجموعه نتاع نجوم. المشكل كونه بعد ساعات يد المويندش كيف كيف قريب الفتحي، وقت اللي يطلعوا مع بعضهم ويحبوا يخرجوا مع بعض، عندهم اوبورتونيتي باش يخرجوا وتجيهم فرص باش يخرجوا. معناتها انت اللي نتمناه توا ناصر انه ما نقعدوش 7 سنوات نشوفوا النجم الرياضي الساحلي يعيش نهار كيما اللي عشناه البارح 29/11. تاريخ لن يمحى من ذاكره احباء النجم الرياضي الساحلي واحباء الكره في تونس. كيما قال ناصر بدو قبيله، محتاجين كنا الفرحه، الفرحه جاتنا وجابها لنا النجم الرياضي الساحلي. يوم تاريخي، فيلم بتشوفوا فيه تصاور ما تشوفوها كان في قناه التاسعه، ليله الماتش، نهار الماتش، اثناء المقابله، ما بعد المقابله، فرحه الجمهور، وخاصه صور حصريه من وسط الفستير ما بين ليميتون للناس اللي تحب تشوف وتكتشف فوزي البنزرتي ما بين ليميتون شنو ينجم يقول. قدر المستطاع صورنا لكم ما يمكن تصويره، خطاب فوزي للملاعبيه. هذا نهار ما ينساوش احباء النجم الرياضي الساحلي، تقريبا مش يكون ميكرو فيلم، نرجع بعد نحكيوا عليه في البلاتو في 9 فوت. Thank you.
حبينا نفرحوا تونس. المشاكل اللي عنا في تونس الحمد لله اليوم زجرينا وتعبنا، المهم تعيا تونس الحمد لله يا ربي ما قبلناش هدف، قعدنا مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه الحمد لله يا ربي. الكاس الافريقيه هذه معناها قعدت في زوز نادي ولا احباء النجم الساحلي، فرحنا تونس وفرحنا الساحل على خاطرك يا فرطاس. الحمد لله اللي احنا اللي توجنا وفرحنا الشعب كله، وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله.
باترون. صور حلوة برشا تأرخ وترسخ وتذكرنا ديما في اللقب اللي فاز به النجم الرياضي الساحلي البارح كاس الكاف الرابع عليه في تاريخه. ناصر بدي ندون نحكيه على الشوط الأول. أصعب حاجة في المقابلة هي البداية، والبداية كانت صعيبة 15 دقيقة وإصابة بغداد بونجاح. شكيت في اللحظة ذيك، خفت على النجم الرياضي الساحلي. والحاجة أعطيني شكون النجم يخرج العباد بالطريقة هذه في 10 درجات برد ونجم يفرحهم بخلاف الكرة، باش الناس تعرف الكرة بعد ساعات. احنا في تونس نبداو نوقفوا في الكره، لكن هاي الكره اللي اشتجم تعمل في التوانسة واشتجم تفرح التوانسة. مباراة صحيح بغداد بنجاح كان في فتره ما خروجه، وكانت الاصابه نتاعو كانت بالحق، معناتها ضربه موجعه بالنسبه للمدرب، خاصه بنجاح مش ملاعبي عادي، ملاعبي اللي تجم تبني عليه الهجومات المعاكسه، تجم تبني عليه تستناه يقعد يفكسي لك زوز ثلاثه ملاعبيه التالي. معناتها بنجاح كان لا سوليسيون اللي النجم الساحلي في وقات صعبه، على خاطر المباراه مازالت في اولها، مازالت فيها برشا مراحل، فيها مرحله انه النجم الساحلي لازم يسجل، لازم ياكد التسجيل هذا. لكن اش نقول زاد الحكم اليوم حرم الجمهور التونسي وحرم النجم الساحلي باش يكمل مباراته بكل اريحيه. بصراحه ضربه الجزاء كان جينا نلعبوا خارج تونس وفي مباراة أخرى في ظروف أخرى كانت الزفرة، خاطر ضربة جزاء في حكم عنده مستوى عالي في دور نهائي ما عندوش الحق باش ما يزفرهاش بصراحة. في اثنين بلاش، في 17 دقيقة لاعب، 20 دقيقة لاعب، تكون المباراة نوعا ما سهلت، ويكون النجم الساحلي يولي يخرج من برشا ضغوطات، خاطر تعرف كي تلعب نهائي معناتها عندك ضغوطات كبيرة نتاع نتيجة، عندك ضغوطات انه الوقت قد ما يتعدى هو في صالحك، لكن الخصم ينجم يرجع لك في كل لحظة. الحمد لله معناتها المعوض في وقت بلاد كان كانت تستنى فيك باش تفرح. ماني قلت لك ضغط، كنت تشوف تركيبه المباراه كلها، مباراه كانت صعبه على جميع الاصعده بصراحه، معناتها ما كانتش مباراه سهله، لكن الحمد لله المعوض البرازيلي وقت اللي دخل اعطى الاضافه المطلوبه، وهذا هو ديما نقولوا حاجه مهمه، وقت اللي يكون عندك لاعب اساسي ولاعب احتياطي يكون حاضر ينجم يعوض المهاجم تاعك. نجم حقق المهم في الشوط الاول، سجل هدف تخلى الفيستير رابح 1-0. في الشوط الثاني ما قناش الفريق، شنو يكون ينجم معناها دار في اذهان اللاعبين اللي يخليهم في الشوط الثاني يقبلوا اللعب بالطريقه هذيك؟ خلينا نقولوا النجم لعب بالنار 45 ثانيه. اول شيء ساعه النجم كان في دال للنقاط القوه نتاعو، يعمل دخله قويه اغلب المقابلات براتيكمون في لي 20 بريمير مينوت كان يسجل. لون تايم افيك ان بريسينغو، دخل من لاكس في عده وضعيات ومخدومه مليح، كيفاش المساكني يدخل كمهاجم ثاني وخذ برشا كور في الظهر نتاع المنافسين، لي كوتي يخدموا مليح في اللون تايم حتى جا الهدف الاولاني اللي نقطه من نقاط القوه على المستوى الكرات الثابته. ديما نقول لكونه
دوزيام ميتون لو بوان نتاع التيتر ولاو ماشي يخموا كيفاش باش يحافظوا على نقاط القوه نتاعهم، خموا كان باش يحافظوا على النتيجه ويخموا كان في التيتر كيفاش باش يجي سواء يقعدوا التالي ولا يصبروا ولا ما يبدروش. وهذه انا نراها نقطه اضافه النقاط قوه نتاع النجم الرياضي الساحلي، كان في وقت من الاوقات ديما يلعب الدفاع العالي، ديما يلعب البلوك القدام، ومع فريق كيما هذا ناكد لك اللي قادر باش يستثمر كل المساحات. دوزيام ميتون النجم ما نقولش ما عملش ميتون باه، لا عمل ميتون نتاع باسيونس، عمل ميتون اللي سكر المنافذ الكل. اللي شفناهم الكل في الشوط الثاني كانوا محاولات، ما همش فرص كبيره ابار لي بالارتي، لكن في الشوط الاولاني وقت النجم شفت بنبولي بالتايمينغ نتاع خروجه وانقذ النجم في قداش مره من انفراد مثلا؟ لا ما همش انفرادات. لا انقذهم من انفراد خاطر عرف وقت يخرج. بالطبيعه هو باش يعمل الليبيرو ويغطي المنطقه نتاع 18 متر نتاعه وهذاك واجب عليه، لكن الفرص الكبيره والمخطره جاوا في الشوط الاولاني وقت النجم الرياضي الساحلي براتيكمون كان يلعب متقدم شويه. دوزيام ميتون يلفالي كوقتها باش نحافظ على النتيجه هيك اون جو بار لي كونتر نستغلوا بالارتي وفي المخاخ تحب ولا تقعد، ما يخموا لا يخموا في لاعب ولا يخموا ماما باش تتكلم، يخموا كونه التيتر باش تقعد غادي والتيتر باش تتهز. يظل حتى كلام المدرب ما عادش يخموا فيه، شفنا فوزي على البنك يعيط للاعبيه يقول لهم اطلعوا شويه اخرجوا شويه من الزون نتاع الدفاع نتاع الفريق، ولكن اللاعبيه وكانه نصيحه ما عادش دخلت، ثم هاجس واحد الا قبل قداش مازال من دقيقه باش نتحصل على كاس الكاف. ليس بمبرر خاطر المباراه تلعب على 90 دقيقه، وانا لا اظن هذا من وجهه نظري ان الملاعبيه دوزيام ميتون يخموا في التيتر خاطر يعرفوا التيتر يتلعب على 90 دقيقه ويحتمل يتلعب على بلنتيات ويتلعب على عده عناصر، ولكن الحق يقال والانسان ولو ان كيفاش يقولوا هما الشيطان يكمن في التفاصيل، يقولوا الحق لابد علينا ان لا نعزل عنصر هام وهام جدا الا وهو الاجهاد البدني. هذا الاجهاد البدني نعرفه احنا لما اللاعب يتعب يفقد كل امكانياته الفنيه. اوكي؟ بلغة الكرة المخ ما عادش يجاوب. ليه؟ مش عارف ما عادش يجاوب. فقد توازنه. الاتوال سي لو بلون تكنيك دوزيام ميتون على المستوى الفني ما عادش يتصرفوا في الكرة. في عود يعطي باس كور يعطيها يعطيها في البروفوندور، في عود يعطيها معناها لو شوا كان معناها غلط، هذا من ناحية. ثاني حاجة دوزيام ميتون السؤال المطروح يا اللي توا وخرت ولا اورلاندو قدمت؟ اورلاندو قدمت انا زيرو ما عندها حتى اي خيار اخر، ولكن انا لاحظت حالات لعب اللي الكره عند المساكني ونشوفوا في الاريير عامل دي دوبلومون ما يعرفش نروحوا المساكني ان كونتر دو في تفوق عددي من 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 المنافس، هو ديجا طالب الكره قداش مره ماتت يطلب الكره تتخص الكره دي بولفار ما عليناش. الحق يقال ان في دوزيام ميتون وهذا الاجهاد هذايا انا عنده تفسير لطوال ما قداش معناه ما ارتاحتش تلعب في الكيب ناسيونال يلعبوا في كذا يلعبوا في كذا. خلينا نقولوا الحق اللي دوزيام ميتون البلبولي كان هو رجل المقابله خاطر دوزيام ميتون عندنا صور معبره البونجاح اللي غطى راسه يغطي راسه في كل في معناه في كل حاله جات لحظات كان نجم يسجل في اورلاندو. انت حكيت على المجهود البدني شو. يمكن نرجع لك لا لا معناها دقيقه اي نرجع لك معناها على معناها دوزيام ميتون فيت وكملت دوزيام ميتون فكرتنا في دوزيام ميتون تاع الزمالك، هذا لا يعني مبروك الاطوال ولكن احنا نحلوا في دوزيام ميتون اكثر ولا اقل ونحلوا زاد في نسخه يمكن هي الاقوى. فتحي المولدي كابتن خالد حسني يحكي على المجهود البدني يمكن تعب الارهاق خلصوا النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني نتاع الدور النهائي، زاد نذكروا انه النسخه هذه يمكن اقوى من تشامبيونز ليج، النسخه هذه كانت تواجد فيها الزمالك، تواجد فيها الاهلي، الترجي، نادي الرياضي الصفاقسي، الرجاء، اورلاندو بايرتس والنجم الساحلي. عادي فريق يواجه 90% من الفرق هذه باش يلقى روحه يمكن في الشوط الثاني بدنيا مرهق شوي. تسميهم الكل جيتش معاهم اجاكس والريال تسمى كوب كاف. تحب ولا تكره؟ هذه كأس الكاف. ماهيش كأس رابطة الأبطال. وفرحنا الفرحة هذه الكل على خاطرنا متشوقين للفرحة. أما لو كان جات الدنيا دنيا كأس الكاف ما نعطيوهاش قيمة، مش متاعنا كأس الكاف. ماهيش متاع الفرق التونسية كأس الكاف. كأس الكاف ما تشاركش في ما تدخلش العالمية. هي الأوروبا ليك. تبقى باش خذات قيمة؟ خذات قيمة الموجودة بالأسماء نتاع الفرق اللي شاركت فيها، ولكن تبقى تحب ولا تكره حتى حجمها خايبة ياسر. حتى الكاف ما حبش تعطيها قدر، مخيبها الكوب. صغيرة من عشرتها صغيرة ياسر، ما كوب تبدا حلوة كذا.
دونك هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، أنا مانيش موافق خالد. مرة في العشر سنين ما موافقوش راهو خالد، ديما موافق موافقو ديما أي مرة في العشر سنين مانيش موافقو، لأنه أورلاندو بيرات فريق كويسر، النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان لاحظته، أنا تبعت المقابلة مليح وعندي شكون نتفرج، أنه نجم الساحلي في الشوط الأول خذا مع الريح، في الشوط الثاني الريح ضد النجم الرياضي الساحلي. إذا كان تعرف أنت الفريق هابط عليك والريح معاه والكرة باش ديجاجيها في ساعة ترجع، صعيب ياسر النجم الساحلي ولا باش يلعب على الهجومات المعاكسة، ما عنده حتى ملاعب تري رابيد، ما عندوش ملاعب اللي ياخذ الكره، ما عنده حتى ملاعب. دي كوستا ماهوش رابيد، حتى ملاعب اللي باش ياخذ الكره باش يهرب، معناها باش ينجم يعمل لك البوان دي فيتيس تقوية، ما عندوش. دونك النقطه الاولى، اورلاندو فريق كبير ياسر يا ولدي، جاء علاش قلت لك مقابله هذه صعيبه ياسر بكل المقاييس، اضافه للاجواء العامه نتاعها، وانك تنتصر او تنتصر الكاس او الكاس، ما عندكش خيار اخر. هذا فريق من اللي ترشح النجم الساحلي ضده، ومن اللي لعبوا قبل الذهاب فما جمله نسمع فيها كل يوم، نسمع فيها صباحا مساء ويوم الاحد، راهو ايرلاندو بيراتسي سجل عند المنافس. صحيح لا، كان سجل 7-15 يا ولدي، كل مقابله يلعبها المباراه يسجل. صحيح. معناه هذا يوريك اولا الكره مش حقيقه، راهي ماهيش شانس اكزاكت، النجم ما يسجلش وهو ما سجلش، معناها يذنب يخليك تقرا له حسابه. علاش تنقص من قيمه الفريق المنافس؟ فريق المنافس هبط دوزيام ميتون، الريح معاه، ممكن كما قال خالد بدنيا بلو فري هما لانهم كملوا بطولتهم وربما ما نعرفش شنو اللي عندهم. ثالثا ما عندش حتى خيار، يخسر 2-3-4-5 كيف كيف. والنجم الرياضي الساحلي وقت في وقت ما يظهر بغداد بونجاح، فما حاجه فاتت في ستيل دو جو، اتونجي في ستيل دو جو نتاع بغداد بونجاح يمشي مع الشوط الثاني نتاع المقابله هذه، لانه يحب لي زيسباس، يجري في ظهر الدفاع. برشا عوامل اش خليت انا حسب رايي النجم الساحلي عمل اطول 45 دقيقه في تاريخه، الناس اللي تتفرج وقتاش تشوف المقابله، الناس الكل يديها على قلوبها، الناس الكل خايفه في كل لحظه نقول الهدف سيسجل، لانه فريق فعلا اورلاندو بيرات ده فريق من الحجم الثقيل. لكن ملاحظتي الاخيره باش نكمل على كلام خالد، راهو التتويج بكاس الكاف ماهوش تتويج نتاع 90 دقيقه. كنت تحكي انت قبليك باش نرجع لك لكلامك، نجم الساحلي ربح الاهلي، ربح الترجي، ربح الملعب المالي فريق كويس، ربح الاهلي، الاهلي اللي اورلاندو اعطاه 4 في القاهره في نتيجه تاريخيه، وعمل مقابل الذهاب رائعه جدا في جوهانسبورغ. دونك انا نجيب نقول له والله في الاياب هزيت الكوبا ما لعبتش مليح، يظل ينهضم حق النجم الرياضي الساحلي، هذا موقفي، نعتبر النجم الساحلي فريمون شرف وزياده، وهذا مش معناه مخالف خالد قال تشرف وزياده، ولكن خالد بما انه حبي الفرجه اخويا، لا مش الفرجه، كملين يا كابتن، نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. نرحبوا بالمدرب ماهر الكنزاري اللي يلتحق بنا في ربط مباشر من السنغال، مدرب المنتخب الاولمبي، منتخب اقل من 23 عام. ماهر اهلا وسهلا بك. يقولوا لي ماهر ماهوش حاضر، نرجع له بعد شويه. نحب نحكي على المدرب فوزي البنزرتي كابتن خالد حسني، في اقل من دقيقه. هذا اورلاندو اللي ريناه في سوسه، وناس تقول لك اورلاندو بالنسبه لي انا ليتوال، مش اورلاندو القوي، ليتوال ما كانتش في يومها. لماذا؟ لان ليتوال قدمت مباراه بطوليه على كل الاصعده، فنيه كانت او ذهنيه او معنويه تكتيكيا في جوانسبورغ، وكانت تربح 4-5. كيفاش هالليتوال هذيا بالوجه اللي ريناها في جوانسبورغ تربح 4-5؟ كانت على قاب قوسين لطف، معناها في الشوط الثاني هذا هو تبقى. انا عندي تفسير، كل واحد عنده تفسير، انا فني عندي تفسير سو البلون تكنيك نو با سوجيري لا بال اكثر. لكن انا شنو نحب نقول حاجه اخرى، زاد اللي فينال تتربح، ما تلعب مباراه كبيره. لا مش هيك، مش السؤال. لا ما فما خليه وصل فكرته يا كابتن، خليه وصل فكرته يا كابتن. السؤال على الشوط الثاني على المستوى الفني وليس على التتويج، وليس على خليه وصل فكرته. وين في كره القدم وفي النهائيات نعرف، لا انا انت بيدك لعبت والناس الكل لعبنا، بعد ساعات انت بيدك في النهائي تلقى روحك اورشيجي، لكن
كي تكون عندك المواصفات اربح وما تلعبش اربح وما تلعبش خاصة فما ضغط كبير نكذبوا ما نكذبوش على بعضنا اليوم فما ضغط كبير انه النجم الساحلي يمثل كل التوانسة عنده مسؤولية كبيرة انه الا لا 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 هذا هو اللي يرجع معنا ماهر الكنزالي ماهر لا يا كابتن لا معنا ماهر الكنزالي باش نحكيو لا معنا يا كابتن معنا ماهر الكنزالي مدرب المنتخب الاولمبي ماهر الكنزالي اهلا وسهلا بك في رابط مباشر من السنغال ماهر اهلا وسهلا بك جميل دي مرحبا بجميع الحضور ومرحبا بجميع المتفرجين ماهر كلمة على الاتوال كلمة تحية للكابتن تحية خاصة للكابتن خلط كابتن كالعادة منفعل معنا الكابتن في البلاتو ماهر الكنزاري كلمة على نجم الرياضي الساحلي كلمة على فوزي البنزرتي باش نرجعوا نحكيوا عليه في البلاتو شنو سر الرجل هذا اللي وين يمشي ينجح وين يمشي يفوز بالألقاب أكيد مبروك قبل كل شيء لجميع الجماهير نتاع التونسية عامة وجماهير النجم خاصة فوزي سي نورمال سي انترنور كي دور عنده 30 سنة يدور ماهيش بارازار دونك سي ان تيب اللي سيرتينمون يعرف خدمته يخدم كيما يلزم ويخدم ولا ولا باسي إلى عطى ساتيسفاكسيون وعمل دي ريزولتا معناتها ايجابيين وما هو معناتها الا ما يكون معناتها هذا خير لكرة القدم التونسية وان شاء الله ربي يوفقه في باقي مسيرته الرياضية. كنا نحكيو على ستريس اللي يتسلط على لاعبي النجم الرياضي الساحلي وعلى المدرب فوزي بنزرتي انت زاد ماهر كنزاري جايك ستريس وانت مازلت كي بديت المسابقة نتاعك كأس افريقيا الاقل من 23 سنة باش نرجعو نحكيو معك بعد شوية فاصل ومكملين حلقتنا من التاسعة فوت.